وأما فطره يوم الفطر فقد صحت الرواية من طرق أخرى عن أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصبح بتمرات قبل أن يغدو إلى المصلى، وصح ذلك من أفعال الصحابة رضي الله عنهم ورفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأفضل والأكمل إذا خرج إلى عيد الفطر أن يفطر قبل الصلاة. وهذا فيه حكمة عظيمة، لأنه سرعة استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فسبحان من أحل الطعام اليوم وحرمه بالأمس. فالمسلم في يوم العيد، يوم عيد الفطر، يتصبح بالتمرات بعد صلاته للفجر وعند انطلاقه إلى المصلى، وهو يتذكر أنه بالأمس القريب كان لا يستطيع أن يأكل أو يشرب، لأن الله حرم عليه الأكل والشرب في هذا الوقت، فهو يبادر بالاستجابة للفطر والطاعة لله عز وجل فيتصبح بالتمرات.